أكيد نورة، مع بداية فصل الصيف بتبلش طبعا الأهل يفكروا وين ممكن ابنهم يستثمر وقته ويستثمر العطلة الصيفية بمكان مناسب ورياضة مناسبة، وخصوصا نعرف الرياضات متنوعة أكيد وبتختلف كمان بين الشباب والبنات، وفي كتير منهم بيحب رياضات مثل ما بيقولوا بيقدر يلعبها الاثنين، ومنها رياضة التايكواندو. أكيد سلمى، عم نشوف كتير من الأطفال يمكن عم تحاول تتعلم هي الرياضة، وكثير من الأهالي عم يسجلوا أولادهم بنوادي لتعلم هي الرياضة ومهاراتها، لأنه أساسا بتنعكس على بنية الطفل بشكل بناء جسم سليم وعضلات مختلفة. كل هالتفاصيل رح نحكي عنها أكثر مع الكوتش شريف ديركي رئيس الاتحاد العربي السوري للتايكواندو. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. كوتش، خلينا نبلش ونتعرف اكثر على التايكواندو اللي هي رياضه بتجذب الاطفال من اعمار مختلفه. خلينا نتعرف على سر هي الرياضه، وخصوصا نعرف جزء منها له علاقه بالفنون القتاليه. تماما. رياضه التايكواندو هي رياضه كوريه لعبه اولمبيه بيمارسها اللاعبين الصغار من عمر الاربع سنوات فما فوق، طبعا بنات وصبيان. عندنا بسوريا هون في عندنا منتخب للناشئين وللشباب كثير مستوى عالي. اخر بطوله عربيه شاركنا فيها من شهرين تقريبا حققنا، يعني شاركنا ب 11 لاعب حققنا 9 ميداليات. حلو. وكانوا معظمهم هن الصبايا اللي جابوا الميداليات اكثر من الشباب. ورياضه التايكوندو نتائج مبشره. تماما. هي رياضه التايكوندو هي فن استخدام القبضه والقدم. صحيح. هيك ترجمتها، هي اساسا بتتالف من ثلاث كلمات. تاي اللي هي القدم، وكوان اللي هي القبضة، والدوه اللي هو فن استخدام القبضة والقدم. طيب كوتش، خلينا يعني نعرف عنا أكثر شو اللي بيميز هي الرياضة. يعني عم نشوف توجه إلى بالآونة الأخيرة، قبل كنا نشوف يعني شباب وأولاد صغار، اليوم عم نشوف صبايا حتى، يعني فيها مهارات مختلفة، ويمكن فينا نقول هو التحكم بأسلوب الفنون القتالية بطريقة مختلفة. يعني دائما بتكون أنت يمكن الأقوى لكن بطريقة رياضية. هلا رياضة التايكوندو هي المتعارف عليها عالميا، بسموها القوة الناعمة. بتعتمد على الرجلين كثير بالمباريات، فيها نظام حماية للاعبين، فالاغلب الاهالي عم بيرغبوها بهالامر، خاصة الفئات العمرية الصغيرة والصبايا. نحن بنلبس واقي رأس، بالنسبة للاعمار اللي تحت ال 14 سنة بيلبسوا كفر على الوش عشان ما ياكل أي إصابة على وشه مباشرة، بيلبس واقي صدر اللي هو الدرع، وبيلبس واقيات ايدين ورجلين ومحاشم وكفوف ومشاط، فهو بشكل عام محمي. وبده يضرب هو على الهدف والواقي الدرع الصدر والراس. طبعا النقاط تختلف حسب نوع الحركه، اماميه خلفيه دوران حركات العاديه، فيها رشاقه بتتطلب رشاقه ومرونه كثير عاليه باعتبار تعتمد على الرجلين. فينا نقول مجهود عضلي يعني. تمام. يعني فيها هي مجهود عضلي عالي، وبده يكون عنده نفس قوي كمان وعالي، لانه عم بيلعب على مدار المباراه طول الوقت في حركه، في ستيب، في حركات، في دفاعات، في هجوم، في مستوى عالي، وبده يكون عنده الطاقه الاكسجينيه كثير عاليه بالجسم بالدم. حلو. طيب كوتش، ما انك انت عم تحكي، خلينا نقول هيك نعرف الناس يمكن اللي لسه ما جربوا انه ياخذوا اولادهم على رياضه التايكواندو، الاعمار المناسبه للاشتراك مثل ما سمعت قلت في 4 سنين وما فوق، وليش الصبايا هلا عم نشوفهم كثير عم يتجهوا، علما انه انا بدي ارجع اذكر انه هي نوع من انواع الفنون القتاليه. يعني اغلب الرياضات اللي مشهوره ان كان الكاراتيه، التايكواندو وغيرها، هي فنون قتاليه. هي الفنون القتاليه، نحن بالتايكواندو مثل ما قلت بنعتمد على الرجلين اكثر، فهي بتعمل لها رشاقه للبنت، بنفس الوقت ما فيها وهره يعني للبنت، شو بقول لك، انه تعمل لها كتاف او تعمل لها مثلا خلينا نقول يعني يبين عليها الشكل. اي ليش قلت لك هي القوه الناعمه؟ يعني اللي بيلعبوا تايكواندو معظمهم ما بتشوفي عليه شو بقول لك مرسومه عضلات، انه عليه انه هذا بيلعب رياضه قتاليه او شكل رياضه مخبى عليه. تمام. بعدين بيفاجئون. وهي بتعتمد مثل ما قلت لك على الرجلين، يعني بتعتمد على المرونه، بتعتمد على الاسترتش العالي، بتعتمد على القوه، بتعتمد، فلذلك بيرغبوها كثير الصبايا. وهو طبيعه جسم البنت يعني بلعبتنا بيخدم كثير بشكل عالي، لانه يعني بشكل عام البنات بيتميزوا بالمرونه اكثر من الشباب. حتى طبيعه جسمهم يعني طبيعه العضلات بالنسبه للبنات، فبتلاقيهم عم بينجزوا فيها اكثر من الشباب.
طيب كوتش، خلينا نحكي مع الاشتراك للاطفال بعمر مبكر، قديش بيفيد اجسامهم لبناء جسم له لياقه بدنيه، وبنفس الوقت فينا نقول الولد بفرغ طاقه بالمكان الصحيح؟ يعني هي بدها مجهود عضلي، بدها طاقه. هلا بعمر الاربع سنوات بنشتغل عليهم للاولاد، بنشتغل على موضوع المرونه، بنشتغل على موضوع اللياقه، بنحاول نحببهم باللعبه. يعني هو ما بنشتغل فيه انه هو هذا الولد هلا بده يصير بطل بكره. هلا بعض الاهالي بيجيكي امتى بده يلعب بطوله؟ طول بالك عليه للولد، بده سنه شغل قبل شيء لحتى يكون جاهز ويكون حتى يشارك بطولات. بتنعكس على نفسيه الولد، يعني بيئه اجتماعيه رياضيه بتختلف عن باقي البيئات، هي فيها تنوع، فيها متعددة الطبقات، متعددة الثقافات، متعددة الأهالي. يعني بتلاقي مثلا ابن الدكتور، بتلاقي ابن المحامي، بتلاقي أبناء الناس العاديين اللي ما مثلا بيحب إنه يشجع ابنه على الرياضة. فبيئة الرياضة مختلفة عن باقي البيئات اللي بيكونوا موجودين فيها، مثل المدرسة. يعني بالمدرسة بتلاقيهم كلياتهم مع بعض، والرياضة بتعوي فيه روح التنافس، بس التنافس اللي بيكون شلون بقول لك مقنن، يعني التنافس اللي فيه محبه. يعني ايام يعني بيخسر بيخلص بيحيي بيسلموا على بعض، بتلاقي بيجدوا رد جنب بعض بيكملوا الحديث وانتهى الموضوع، انتهت المباراه انتهت المشكله. أكيد. اما بالمباراه ما بيعرفوا بعض. يمكن هذا اللي كان بدي اسالك عليه، انه بنعرف بالعموم انه الرياضات بشكل عام لها قوانين، وهي القوانين يمكن اهم شيء فيها الروح الرياضيه. وهي النظام بشكل عام اللي بيتبعه اي حدا عم يلعب رياضه بيخلي هي الوتيره انه هو بيهذب الاخلاق قبل ما يغير شكل الجسم او يعطي بنيه عضليه جيده للي عم يلعب رياضه. قديش بتفرق شخصيه الاطفال اللي بيلعبوا تايكواندو او بيلعبوا العاب فيها حركه، ولو كانت هي بالظاهر عم تعطي قتال وعنف، ولكن هي ضمنيا هي عم تعطي قوه وعم تعطي تحكم يمكن. تمام. هلا الرياضات القتاليه بشكل عام هي اخذين عنا العالم فكره خاطئه انه هي بتعلموا على العنف، بكره بصير بيضرب، بكره بصير بيقاتل وبيخانق بجيب حقه بايده. بداياته الولد بيحاول يجرب، يعني دائما بيحاول انه انا هي بلعب بالنادي، بس يوصل لمستويات متقدمه شوي باللعبه هو بصير عنده ضبط نفس. يعني هي الالعاب فيها اتيكيت، يعني بده يحترم الحزام الاعلى منه، بده يحترم الصاله، بده يحترم المدرب، بده يحافظ على علاقته برفقاته حسب التراتبيه اللي موجوده فيها. فبتعلمه اول شيء على الاحترام، ثاني شيء بتعلمه انه في رتبه اعلى منه لازم دائما يكون هو محترم هي الرتبه اللي اعلى منه. أنا ممكن يكون هو اكبر منه بالعمر بس هو اكبر منه بالحزام، فهو الاقدم، فالاقدميه هي بتعمل هي التراتبيه. والاتيكيت اللي موجود بالالعاب القتاليه مثل انت لك فكره خاطئه عند العالم انه انا بتعلموا على العنف، بكره بيضرب، بكره بيأذي، بكره بيساوي. لا بالعكس، بتعلموا على ضبط النفس. هي هلا بيشوفوها ببدايتها بيقول لك ايه صار يضرب اخواته، هو ما عم يضرب، هو خاصه الصغار هو عم يجرب. يعني هو عم يجرب الشغله اللي عم يتعلمها، لسه مو مقدر هو القوه اللي ممكن يكون اكتسبها، او مو مقدر انه هي الحركه ممكن تكون مؤذيه او تكون، بس هو عم يحاول يجرب. بس طبعا هي منتج توجيهات المدرب واسلوب المدرب وطريقه تعامله مع هدول الاطفال وتوجيههم بالاتجاه الصح. يعني بيجوا الاولاد بننبههم اول ما يلعبوا انه انت هلا بدك تصير قوي، انت بدك تصير بطل، انت ما بتصير تضرب حدا اصغر منك، اوكي جرب هيك بطريقه جرب مثلا على البابا، جرب على اخوك الكبير، جرب، اما تجرب على حدا قدك او اصغر منك ممكن انه تاذيه. فلذلك تلاقيهم شوي شوي هيك بصير عندهم نوع من هذا الانضباط. وبيجيكي اولاد معظمهم بيكون هو بالاساس ورش، يعني حريك وبينط وبيجرب وبيحب يقلد وبيحب يظهر حاله قدام رفقاته، فتلاقي بيحب يعمل حركات. يعني بيكون مدرب داير ظهره بده يجرب على رفيقه بده يعمل، فهدول الاولاد يعني بيعمل لهم اعاده ضبط، يعني عشان بينضبط نفسيا، بس بده شويه وقت. ففي اهالي ما بتصبر، يعني بتقول لك انه صار يضرب اخواته، صار هو ما بيضرب، هو عم يجرب. يعني مثل الولد انت اي شغله جديده بتعطيه اياها بتلاقي طول ما له قاعد بيلعب فيها بيجرب فيها، بس هيك يحفظها بيمل منها بيحطها على جنب. بس بالرياضه دائما في شيء جديد، يعني كل ما كبر بالحزام في شيء جديد، كل ما لعب بطوله في شيء جديد، من مستوى لمستوى في عنده شيء جديد، فدائما عنده شلون بدي اقول لك يعني تطور ريفريش هيك تحديثات تحديثات رياضيه ماشي هو وياها. مع الوقت بينضبط. نفس الوقت تلاقي في اولاد عكسهم تمام، بيجي كثير هادي وكثير هيك شلون مؤدب وما بيتحرك وما بيعمل شيء وما ايه، مع الوقت تقوى شخصيته، تقوى ثقته بنفسه اكثر، تقوى. وخاصه الاولاد يعني هلا بفتره الازمه اللي نحن مرينا فيها
مو مثلنا يعني. احنا كنا نروح نلعب بالحاره، نروح نلعب بالحديقه، نروح اهلنا يبعثوا لنا لحالنا مثلا، نكون ننزل مثلا يكون المشوار قريب حديقه كانت ولا كان قرايبين او هي يعني. لا تلاقي قاعد بالوقت طول الوقت يا موبايل يا قاعد بالبيت، اوعى يتحرك اوعى يطلع عيننا عليه. فصار عنده الاولاد نوعا ما مثل انطوائيه او انعزاليه على الالعاب الالكترونيه والموبايلات وهي، فشوي شوي بتلاقي شخصيته هي بتختلف، خاصه اذا كان وحيد وبصير في احتكاك مع رفقاته وبصير في عنده صداقات جديده. يعني هي الرياضه بالنهايه حالة اجتماعية أكثر ما تكون هي بس حالة الرياضة رياضية. حياة يعني تماماً. الرياضة حياة، والفنون القتالية بتعلمك نوعاً ما كيف تستخدم جسمك، كيف تتعامل معه، وضبط النفس أساساً عملية القتال بتكون مختلفة. قلت ببداية حديثك كوتش أنه من عمر الأربع سنوات وما فوق، شو الأعمار المافوق لما نحكي يعني أعمار كبيرة ممكن يتم دخولها وهم تختلف اللياقة الجسدية ولا ما في مشكلة بيكون بده شوية وقت أكثر للتدريب؟ هلأ هي بتختلف بطريقة التدريب وبتختلف من حيث مستوى التمرين، بس نحن بالألعاب القتالية بشكل عام ما لها عمر يعني ممكن يلعبها الولد اللي عمره أربع يعني سنوات يعني ممكن يلعبها اللي عمره 80 سنة بس بيختلف أسلوب التدريب من شخص لشخص من عمر لعمر. هو لوين بده يوصل يعني بدك تعرفي هو لوين بده يوصل، هو هل بده يلعب بطولات وبده يشارك وبده يساوي، ولا هو حابب يلعب رياضه انه مرونه وستريتش، ولا هو جاي يتعلم دفاع عن النفس هو يعني اذا حدا تعرض له شلون يتعامل معه، ان كان شاب ولا ان كان بنت يعني شلون يتعامل معه لهذا الشخص. فكل شيء له طريقه بالتدريب مختلفه. هلا مثل الاولاد مثلا كانوا ما كانوا نحكي عن الرياضه انه هي حاله اجتماعيه، سافروا معي يمكن اكثر من بلد كل الاماكن اللي سافرنا عليها عندي اصدقاء يجوا لعنا او ياخذونا مثلا يستقبلونا بالمطار، يتموا معنا بالفندق، يرافقونا وقت البطوله ان كان بروسيا ولا بالامارات ولا بمصر ولا بايران ولا احد الاطفال اجى لعندي يعني هذول عمرهم 12 14 سنه انه كابتن انت منين بتعرفهم كل من هذول؟ منين بعرفهم؟ بعرفهم من خلال البطولات، نحن صرنا اصدقاء، نحن ما عندنا اصدقاء بمكان، وخاصه انت وقت تكون مثلا تلعبي منتخب وتسافري كثير او بتشاركي بطولات صحيح. خارجيه كثير، فدائما بيكون فانا بشجع الاولاد وقت يكونوا باي بطوله خارجيه ان هن يعملوا علاقات مع المنتخبات الثانيه، يحتكوا بالعالم الثانيات، بصير عندهم صداقات خارجيه. بتساعد على تقويه شخصيه الطفل اليوم، وهي مع الوقت يعني هي خبره ومكتسب له انه يتعرف على ثقافات جديده وعلى عالم جديد. صحيح اكيد. كوتش يعني هيك بس للمعلومه يعني ممكن البعض بيعرفها ممكن البعض بيجهلها، بنعرف الكاراتيه مثلا اخر حزام هو الحزام الاسود، وماني حافظه بالضبط كم مرحله، يمكن ببلش بالابيض بينتهي بالاسود. بالنسبه للتايكواندو كم مرحله؟ كنت عم تقول في كل حزام وله مستوى ولازم يحترمه، وهل ممكن يلعب لاعب من مستوى اقل مع لاعب من مستوى، ولا لا بقوانين اللعبه ممنوع؟ لا هو بيلعب مستوى اقل مع مستوى اعلى. هلا تسلسل الاحزمه بالتايكوندو او الالعاب القتاليه بشكل عام يعني قريبه من التسلسليه تبعيتها، بتختلف ببعض الالوان. انا مثلا بالتايكوندو عندنا الحزام الابيض اول ما بيجي، هو كل ثلاث شهور نحن كاتحاد او اربعة شهور بنعمل لهم اختبارات ينتقل من حزام لحزام من حزام لاخر بالاحزمه الملونه خلينا نقول. عندنا الابيض الاصفر الاخضر الازرق مرحلتين بسموه نص ازرق وازرق، البني مرحلتين كمان نص بني وبني، والاحمر كمان مرحلتين اللي هو نص احمر واحمر، واخر شيء بيجي الحزام الاسود. والحزام الاسود بيتدرج درجات، واحد دان اثنين دان ثلاثه دان. كم يعني سنه هو تقريبا اذا كان بتواتر منتظم عم هلا اذا ولد بلش بالعمر الاربع سنين مفروض بسنين يكون معه حزام اسود. اي بس نحن بالتايكوندو عندنا بيلبس الحزام نصه احمر ونصه اسود، ما بيلبسوا يا حزام اسود كامل. ليه؟ حتى القبه تبع البدله بتكون نصه احمر ونصه اسود ليتجاوز ال 15 سنه. بعد ما يتجاوز ال 15 سنه بيلبس الحزام الاسود اللي هو الدان. بهي المرحله بسموه بوم، يعني انه هو لساته بعمر لسه ما صار ب شلون بدي مستوى منافسه كبير عالي يعني عالي، هو على عمره يعني. انا اوف مع حزام اسود عمره 6 سنين، انت بدك تقارنه على عمره مش بدك تقارنه فيك انت عمرك 30 سنه او 20 سنه. صحيح. انه هذا مع حزام اسود، اي طبعا انت اذا قتلته رح تقتله لانه هو صغير بالنسبه لك. صحيح. اما هو بالنسبه لاقرانه او اللي اكبر منه او اللي بعمره طبعا هو بكون شغله كثير كبيره. طيب كوتش خلينا نحكي عن مشاركاتكم مؤخرا، حكيت كان في مشاركه حصلتوا خلال على 9 ميداليات، وقديش كان في مشاركات يعني بشكل دائم، وشو القادم اللي عم تحضروا؟ خلينا نركز شوي على فئه الناشئين والشباب، نحن كنا عم نشتغل عليها صرنا فتره 4 سنين، كنا عم نعمل لهم فتره تحضير كثير منيحه. شاركوا بروسيا حققنا 5 ميداليات من 7 لاعبين، جبنا ذهبيه وفضيتين وثلاثه برونز، 6 ميداليات كانوا.
وشاركنا اخر مشاركه لنا كانت بالبطوله العربيه بالامارات من شهرين، حققنا 9 ميداليات، واحده فضيه و8 برونز، كانت البطوله كثير قويه. البطوله العربيه شارك فيها تقريبا شيء 1200 لاعب، لانه هون احنا بنشارك ما بيعملوا البطولات، احنا عندنا بيقولوا تسمع 1200 لاعب شو البطوله المبالغ فيها، انه لا، لانه هي فيها ناشئين، فيها شباب، فيها كبار، فيها بنات، فيها صبيان، بكل فئه في 10 اوزان. يعني انت عم تحكي ب 60 وزن، 60 وزن اذا بتوزع عليهم ال 1000 لاعب ما بيطلعوا كلياتهم بكل وزن، يعني بين 16 خلينا نقول لل 20 لاعب، هدول هن اذا بدك توزعيهم كلياتهم تضربيهم ببعض. كمان هلا عم نحضر لبطوله العالم للشباب ان شاء الله بشهر 7، حتكون بنهايه شهر 7 ببلغاريا. كم لاعب رح يكون؟ حيكون عندنا 4 لاعبين بالناشئين و4 لاعبين بالشباب. يعني لما كنت مشاركة سورية شو كانت تكون الأصداء؟ يعني لما احنا يعني هي يسمعوا في مشاركة سورية وهي النسبة العالية، ونحن كنا أساسا يعني طلعنا من حرب وكان في وضع أول مختلف. تمام، أول بطولة شاركنا فيها بال 2018 بهي الفئة العمرية الصغيرة كانت كمان بالإمارات، كانت بطولة فجيرة الدولية، عطت صدى كثير كبير. يعني أنت بال 2018 أنت بخضم الأزمة، يعني أنت وجايب أولاد أعمارهم من 12 سنة أو كانوا أصغر، حتى كان في فئة صغار كان معي من العشر سنين لل 14 سنة. من 10 سنين لل 14 سنة هن مفكرون انه جايين من برات سوريا. يعني هدول مقيمين برات سوريا وجايين يلعبوا باسم سوريا. هلا المحطات بعض المذيعين وقت عرف بيغطوا البطولة عرف انه هدول جايين من سوريا، ما تم محطة ما اجت لعنا. حلو. نحن شاركنا بثمان لاعبين، وقتها جبنا ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات يعني، وحتى كانت صدى كثير كبير بأول ظهور لهذا العمر. بهي الفترة ما تم محطة رياضية بالبطولة إلا وكانت عم تعمل مقابلات مع اللاعبين والإداريين والفنيين. حلو. عملت صدى كتير كبير وحتى عملت اسم، يعني الرياضة السورية لساتها بخير يعني. الحمد لله وإن شاء الله دائما بتمثلونا بكل مكان بتروحوا عليه. في عنا هلا بطولة الجمهورية للبراعم والصغار والأشبال. البراعم نحن عنا العمر الأربع سنين والخمس سنين والست سنين، هدول عاملينهم فئة لحال. 7 سنين وثمان سنين كمان عاملينهم فئة لحال، والعشر سنين 11 و12 سنة كمان فئة لحال. يعني هلا بطولتنا احنا من 4 سنين ل12 سنة، حتكون بمدينة الجلاء يوم الاثنين والثلاثة والأربعة القادم. حتى بهي البطولة نحن كمان قسمناهم لمستويين، عملنا بطولة الجمهورية للحزام الأزرق، بطولة الجمهورية للحزام الأحمر، مشان ما يكون في كتير مستويات باللعب. يعني اللي حزامه أحمر تقريبا يعني اضعف الايمان انه صار له عم بيلعب سنتين. صحيح. هلا اللي حزامه اصفر يعني هذا بيلعب له صار له 3 شهور 4 شهور. صحيح. 5 شهور. نحن ما بنسمح للاعب حزام ابيض يشارك ابدا. لانه لسه ما تعلم شيء لحتى مزبوط. يفوت يلعب باي بطوله. وبهذه الاعمار نحن مثل ما قلت لك بنعتمد كثير على الحمايه، يعني بالنسبه للاعبين رياضه التايكوندو تميز بالحمايه لهذا العمر، بيلبس واقي راس والكفر اللي موجود على الوجه والدرع والواقيات اللي لابسها. فهدول هم ما عنده اصابات مباشره هو اللاعب بالجسم، فلذلك هي بتتمتع بالحمايه. فلذلك معظم الاهل عم بيرغبوا رياضه التايكوندو، هي رياضه قتاليه لانه هي فيها حمايه كثير كبيره للاعبين، بنفس الوقت فيها قوه. يعني احنا بالوقت بنلعب مباريات ما في شيء اسمه تاتش او لمسه وتوقف مثلا، مثل ما بيلعبوا مباريات الكاراتيه خلينا نقول، هن ما عندهم واقيات، فلذلك بيعتمدوا على الكنترول، لازم الولد يكون عنده كنترول عالي مشان ما يأذي اللاعب اللي قدامه، اذا اذاه بيخسر. صحيح. تمام بالمباريات. فنحن بالعكس يعني هي الحمايه هي بتعمل لهم دور. هلا نحن عندنا واقي الكتروني بنظام المباريات، الحكم ما بيتدخل بنتيجه اللاعبين. بشوط اللاعب بيلبس حساس بالرجل وبيكون في الدرع عليها كمان جهاز بيسجل ارسال النقاط، والواقي الراس كمان عليه جهاز ارسال. طبعا الاتحاد الرياضي مشكور يعني بتامينه بهيك ظروف، يعني احنا من 2018 حصلنا عليه للواقي الالكتروني، وهلا عم نعمل له تحديثات جديده على القانون الجديد. يعني بيضرب على الواقي الصدر بسجل لحاله، بيضرب على واقي الراس بسجل لحاله، مثل المبارزه شلون وقت بيلبس السيف اللباس تبع اللاعب اللي قدامه بيعطي نقاط، نفس الشيء مبدا برياضه التايكوندو. فلذلك هي لعبه اولمبيه. الالعاب الاولمبيه القتاليه هي 4، من اقول تايكوندو، مصارعه، ملاكمه، وجودو. هي الالعاب القتاليه الاربعه اللي هي رياضات اولمبيه. اما باقي الالعاب القتاليه ما فيها رياضات اولمبيه، خلينا نقول مثل الكاراتيه مثلا هي لعبه اقدم من التايكوندو بكثير، خلينا نقول على مستوى العالم تكون منتشره. اي واحد تساليه شو بتلعب بقول لك كاراتيه.
ما كان حدا يعرف هي اللعبة الأشيعة انه بيلعب كاراتيه عالميا. يعني مين ما سألتيها شو بتلعب؟ بتقول له تايكوندو، بيقول لك يعني كاراتيه. صحيح. هي متعارف عليها، بس هي لعبة أولمبية لأنه دائما فيها تقنيات، فيها تحديثات، فيها تعديل بالقوانين من فترة لفترة. أكيد. هلا نحن بتعديل القانون الأخير معظم المدربين عملنا دورة بحلب من فترة على التعديلات الجديدة. اللي قبل كان مين بيحصل نقاط أكثر هو اللي بيفوز، هلا صار مين بيربح جولات أكثر هو اللي بيفوز. يعني عندنا ثلاث جولات، اللي بيربح جولتين بيفوز. أكيد. بغض النظر عن النقاط. يعني إن شاء الله بيربح 1-0 وممكن يربح 10-0. صحيح، معلومات مهمة كثير أخذناها من حضرتك، شكرا لك كوتش. الله يسلمك يا رب. أكيد نتشكرك الكوتش شريف ديركي رئيس الاتحاد العربي السوري للتايكوندو، نتمنى لكم التوفيق بتحضيراتكم القادمة للبطولة والمشاركة ببطولة العالم، شكرا كثير لك. الله يسلمك.